كرة عرضية خطيرة مرة إلى خارج الملعب إلى تبرع الكرة الثابتة وأهمية راسية جول جول للمنتخب الأوغندي. عودة صابر اللي تحدث عن أهمية الكرات الثابتة والمنتخب الأوغندي يتقدم الهدف الأول برأسية جاءت من ركنية روعة الهدف وروعة التنفيذ للركنية على القائم القريب يضرب دوسابر الآن بهذا الهدف اللي بكل تأكيد جاء من عمل من المدير الفني الرائع الفرنسي دوسابر رأسية من على القائم القريب لباتريك كادو تأتي بالهدف الأول للرافعات الأوغندية أمامنا ترفع الآن في هذه اللحظات الهدف الأول بضربة رأس جميلة عن طريق كادو والثاني أهداف بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 يأتي بهذه الطريقة النسخة الحالية هي النسخة رقم 24 في تاريخ مشاركات المنتخب المصري هدف ثاني على استخلاص لهذه الكرة ومحاولة للتسديد والتسديدة من بعيد المنتخب الأوغندي تأخذها على حدود منطقة الجزاء تبريرة بجانب اللاعب أوكوي هنشوف فاروق لمس الكرة فاروق وادي راح على طول حارس المرمى متان بين جومبي بسنتيمترات قليلة مرت هذه الكرة أعلى المرمى كانت الكونغولي محاولة الآن وفرصة وتسديدة حرة لكن لم يعطي الخطأ دي رأسية جول جول الله جول أوغندي روعة 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 الجول بضربة رأس ومن كرة ثابتة أخرى يأتي الهدف الثاني للمنتخب الأوغندي في هذه المباراة الله على ضربة الرأس الله على هذا المنتخب الأوغندي الجميل ومرة أخرى الرافعات الأوغندية ترفع الهدف الثاني الآن عن طريق اللاعب إيمانويل أوكوي اللاعب اللي تعرض لهذه الإصابة القوية لكن في الكرة الثابتة يأتي بالهدف بهذه الطريقة الجميلة هدفين بضربات رأس من جانب المنتخب الأوغندي ومن